عزيزي المشاهد ارحب بيك في حلقه جديده من حلقات برنامج انجيل الله انجيل الله الخبر المفرح من الله لحل مشكله الانسان في هذه الحلقات نتناول رساله روميا التي فيها يقدم الرسول بولس الانجيل يشرح الانجيل موضحا ان الانجيل هو الحل الالهي الذي تقدمه المسيحيه لحل مشكله الانسان حلقتنا النهاردة بعنوان الإنجيل أم الأخلاق بمعنى هل الإنسان لكي تحل مشاكله مشاكله الروحية مشاكله الأخلاقية مشاكله الاجتماعية هل يحتاج إلى إنجيل الله أم يحتاج إلى مجرد معلم أخلاقي يهذب أخلاقه ويرتقي بأخلاقه ويعلمه الفضيلة رسول بولس هيرد علينا في حلقتنا النهاردة ويوضح لنا اذا كان ممكن الاخلاقيات الراقيه او تعليم الاخلاقيات الراقيه يحل محل انجيل الله لو كان ده هينفع ما كانش في داعي للانجيل تعال نشوف الرسول بولس بيقول ايه هقرا عباره من الاصحاح الثاني من رساله روميا ثم اقرا عباره من الاصحاح الثالث مش هقف عندها لكن عايز اوضح بس غرض الرسول بولس من المحاجة كلها في أصحاح واحد وأصحاح اثنين اقرأ معايا هذه العبارات التي ستظهر على الشاشة في رسالة روميا والأصحاح الثاني الرسول بيقول لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين كل من يدين لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك لانك انت الذي تدين تفعل تلك الامور بعينها مره ثانيه ارجو ان تلاحظ هذه العبارات التي ساكررها مرتين يكرر الرسول كلمه ايها الانسان لكن مش اي انسان ايها الانسان الذي يدين لانك فيما تدين لانك انت الذي تدين، ثلاث مرات مش مرتين ياكد الرسول انه هنا بيخاطب انسان انسان وصل حسه الاخلاقي انه قادر على ادانه الاخرين. شخص ارتقى بافكاره وبحسه الاخلاقي حتى استطاع ان يميز بين الصواب والخطا، بين ما هو مقبول وما هو مرفوض، بين الشر والخير بين ما ينفع وما يضر الحقيقه شيء رائع جدا ان حسه الاخلاقي يمكنه من التمييز لكن مش بس بيميز انه يرصد هذه الانحرافات الاخلاقيه في حياه الاخرين في المجتمع من حوله في عائلته في اقربائه في من حوله ويستذنب هذه التصرفات ويدين هذه التصرفات. لكن الحقيقه بولس بيوجه كلام في غايه الخطوره لهؤلاء الاشخاص. انا اعتقد انه بولس كان من الجراه الشديده حتى انه استطاع ان يوجه هذه الكلمات. ما هي جراه بولس وما هو الفكر الذي يقوله لهؤلاء المعلمين الاخلاقيين الذين ارتقى حسهم الاخلاقي فميزوا ورصدوا واستذنبوا المجتمع الجرأة في بولس عزيز المشاهد أنه كشف شيئا أنا مش عارف أنت توافق بولس عليه ولا ما توافقش لكن أنا شخصيا أؤمن أن بولس كان يكتب مسوقا من الروح القدس فيكتب كلاما صادقا بولس بيكشف حقيقة خطيرة جدا بيقول أن الناس اللي عندهم هذا الحس الأخلاقي واللي بيعرفوا الصح من الغلط الناس الممتازين الحقيقه اللي مش زي اللي قرينا عنهم في اصح واحد المستبيحين والذين يصرون بالذين يفعلون الشر يعني هو كلمنا في اصح واحد ان في ناس لا يفعلونها فقط يعني مش بيعملوا الغلط بس يصرون بالذين يفعلون نقل مباشره في اصح اتنين عن ناس لا بيدينوا اللي بيفعلوا الغلط بس بيكشف شيء خطير وبيقول ان الناس دول في السر في الخفاء بعيدا عن الأعين وانطلاقا من ضعف وعجز يفعلون تلك الأمور عينها التي يستذنبون الآخرين عليها شيء مخيف للغاية أحبائي قد يكونوا يفعلونها بمقدار أقل وقد يكونوا يفعلونها في الخفاء وليس العلن لكن يبقى في النهاية أنهم يفعلونها وما داموا يفعلونها هم ساقطون تحت نفس الدينونة الإلهية التي هم استذنبوا الآخرين بها إذا فهمنا هذا الكلام وإذا صدقناه وأعتقد أن نظرة فاحصة بتفكير نقدي للمجتمع ونظره تحليليه لاخلاقيات البشر من حولنا اعتقد انها كافيه ان تصل بنا الى نفس ما وصل اليه بولس وان كنا بالطبيعه ربما لا نملك الجراه التي عند بولس اسمح لي ان اقرا مره اخرى هذه العبارات التي يقولها بولس عن هؤلاء الاشخاص بولس يقول لذلك انت بلا عذر ايها الانسان اي انسان كل من يدين كل من يدين لماذا لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك لانك انت الذي تدين تفعل تلك الامور عينها في عدد واحد في عباره واحده اسقط بولس الاقنعه التي ربما عن دون قصد يلبسها المعلمين الأخلاقيين وما أكثرهم. وهنا أحبائي، أود أن أتوقف عند بولس وسبقه العلمي، إن لي التعبير. اقول سبقه العلمي وانا لا ابحث كثيرا عن العلم في الكتاب لان الكتاب رسالته روحيه موجهه لارواحنا وان كان لم يتعارض مره واحده مع العلم لكن اقول سبقه العلمي اذا اعتبر فرويد على سبيل المثال عالم في علم النفس فرويد كشف عن الحيل الدفاعيه التي يلجا اليها البشر في مواجهة نقائصهم وعجزهم وعقدهم ومشاكلهم الخاصة أنا برى أنه بولس في أصاح واحد سجل لنا واحدة من الحيل الدفاعية وفي أصاح اثنين سجل لنا واحدة أخرى من الحيل الدفاعية في أصاح واحد قال لنا أن هناك ناس عندما يرون شخصا يفعل الشر مثلهم يصرون بالذي يفعل الشر ما هذا؟ ما هذا الانحراف؟ ما هذا التشوه؟ كيف يصر بمن يفعل الشر؟ ولاحظ ان بولس قال عن هؤلاء الذين اذ انهم يعرفون حكم الله على الذين يفعلون هذه انهم يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل يصرون بالذين يفعلونها. ده اللي بيقول عنه فرويد جاستيفيكيشن او التبرير. فارى في خطا الاخر تبريرا لخطائي انا. انا الحمد لله مش انا لوحدي، مش انا بس اللي بعمل الغلط، انت عارف انه غلط وعارف انه يجيب غضب الله، بس لما بتلاقي حد بيغلطه بتتبسط، تصر بالذي يفعله، ان بولس يكشف اشياء عميقه جدا داخل النفس البشريه. ثم في الاصحاح الثاني يرصد حيله دفاعيه اخرى ساذكرها لك لكن بعد هذا الفاصل فابقى معي اسبق من فرويد بولس يرصد حيلتين دفاعيتين لجا ويلجا اليهما البشر للتعامل مع الشعور بالذنب بدلا من اللجوء الى الله وطلب الغفران والتغيير بدلا من الاقرار بالعجز وطلب الاصلاح الحقيقي في الخلاص الذي يقدمه المسيح يلجا البشر لحيل دفاعية حيل كثيرة تكلم عنها العلم كثيرا لكن بولس أسبق من فرويد بحوالي ألفين سنة يرصد لنا حيلة التبرير وحيلة الإسقاط التبرير رأيناه في الأصحاح الأول والإسقاط نراه في هذا العدد موضوع حلقتنا في العدد الأول من الأصحاح الثاني يقول بولس أنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك لانك تفعل تلك الامور عينها لما الشخص بيشعر بالذنب بسبب اخطاء يعيشها في الخفاء بحجم قليل او كثير ينتظر رؤيه شخص اخر وربما يتصيد للاخر نفس هذا الخطا يراه متلبسا به فيكثر من ادانته والكلام عنه ونهشه وفضحه وكلما يفعل هذا يشعر براحه نفسيه اعمق وربما يكتب المقالات ويؤلف الكتب ضد هذه الاخلاقيات الساقطه التي هو بين الحين والاخر يسقط فيها لكنه يشعر بالشفاء وبالراحه لمجرد انه يستذنب ويدين بعنف وبشراسه هذه الاخطاء هذا هو الاسقاط الذي تكلم عنه فرويد ها هو بولس يشرحه لنا لكن عزيزي المشاهد بغض النظر عن من المتكلم هل هو فرويد ام بولس سؤالي موجه لك انت هل تسقط في هذه الخطية؟ هل تسقط في هذه الحيلة الدفاعية الإسقاط؟ هل أنت من هؤلاء الذين يشعرون بالذنب وبدلاً من البحث عن حل حقيقي وجذري له يستمتعون برؤية الأخطاء في الآخرين وإدانتهم واستذنابهم لكيما تريح نفسك؟ إن بولس يقول ان بادانتك لغيرك تحكم على نفسك لكنه سيواجهنا بحقيقه اخرى اكثر خطوره اذ يقول افتظن انك تنجو من دينونه الله لانك ادنت غيرك بالعكس ان ادانتك للاخر توقعك تحت طائله دينونه الله بصوره مضاعفه الصوره الاولى او السبب الاول لانك فعلت الخطا السبب الثاني لانك تعرف ان هذا خطا والسبب الثالث لانك ادنت غيرك وهذا خطا اذا الاسقاط كحيله دفاعيه يجلب مزيدا من الدينون على الانسان ويعقد المشكله لا يحلها